السلام عليكم ورحمه الله. متابعي قناه سو تيفي اللي كتشوفوا حنا كتوصل الان في مدينه مدينه البرموسي. الحاله ديال واحد الحريق اللي شعل في واحد الشقه. لهذا كنصحوا الناس باش ينتبهوا مع درجه الحراره، ينتبهوا للوليدات الصغار، ينتبهوا. دابا الشقه اللي شعلت فيها العافيه شعلت في بيت ناس، بيت ناس كله مشى الصالون، يلا الناس خرجوا الحويجات ديالهم ساكن دوم. الحمد لله بعد ما تحرك شي واحد. العائلات ساكن كلشي تخلعوا، الجيران تما تخلعوا، لان السوق كتوجد في دوزيام ايطاج الطابق الثاني. لولا التدخل ديال الوقايه ديال المدنيه لكانت كل كارثه اكثر، هادشي كانت كل كارثه اكثر، لان تقدر تخرج على السكان المجاورين. Thank you.